إلى تونس الآن، حيث يثير تأخر تكليف الرئيس قيس سعيد لرئيس حكومة جديد جدلا واسعا. فرغم مرور نحو أسبوعين على قراراته بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة، لم يكشف سعيد بعد عن رؤيته لإدارة الوضع. يأتي هذا في ظل بروز دعوات إلى أن تكون الشخصية المكلفة ذات خلفية اقتصادية لتقود مفاوضات يتوقع أن تكون صعبة مع صندوق النقد الدولي، في وقت تحتاج البلاد إلى نحو 5 مليارات دولار لسد عجز الميزانية. بعد مرور نحو أسبوعين على قرارات رئيس الجمهورية، لا حكومة تلوح في الأفق، ووضع البلاد ما زال يراوح في مربعه الأول. إعفاء للمسؤولين دون إعادة تكليف، ما أدخل البلاد في مرحلة من الانتظار والتخوف في آن. غموض الرئاسة، يقول متابعون إنه قد يكون العامل الأبرز في رفض الكثيرين تقلد المنصب والقبول به. طريقة التعامل مع الوزراء السابقين وخاصة الإهانة التي لحقت وزير المالية يعني تدفع عدد كبير من المرشحين لرئاسة الحكومة إلى التردد في قبول هذا المنصب، وسمعنا بالعديد من الشخصيات التي لها وزن، سواء وزن معني اقتصادي أو حتى وزن اجتماعي، رفضت أن تكون في هذا المنصب. في المقابل، يتفق عارفون بالشأن الاقتصادي على أن أمام رئيس الحكومة القادمة تركة ثقيلة، فتونس تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار من القروض الخارجية لتغطية عجز الموازنة المالية، وهو ما سيضعها أمام تحديات صعبة. رئيس الحكومة إلى أي مدى سيوفق في التوفيق بين رئيس جمهورية يريد الانتصار للمقدرة الشرائية ومنظومة الإنتاج يعني تعهدات تونس تجاه المقرضين؟ استحقاقات اقتصادية صعبة ومركبة إذن تقبل عليها تونس، والخشية هنا لا من دقة الاستحقاقات في حد ذاتها، بل مما يرافقها من غموض توجهات الرئيس وتواصل الفراغ الحكومي والتشريعي مع نهج رئاسي غير معلوم سقفه وغير مرئي أفقه. يترقب التونسيون تكليف رئيس للحكومة، وفي الأثناء تبرز دعوات من طيف واسع إلى أن تكون الشخصية القادمة اقتصادية بالأساس لقيادة المرحلة المقبلة، مرحلة سيكون على رأس أولوياتها التفاوض مع المقرضين الدوليين لإنعاش اقتصاد يشكو عجزا كبيرا. أميرة مهذب، العربي، تونس. وقد أفادت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس قيس سعيد وضع وزيرين سابقين، أحدهما قيادي في حركة النهضة، قيد الإقامة الجبرية. وكان سعيد قد أنهى في وقت سابق مهام 3 ولاة دون أن توضح الرئاسة التونسية أسباب هذه القرارات. في ظرف لم يكن يتوقعه أحد، ماض قدما في قراراته الاستثنائية، الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل حكام ولايات المنستير ومدنين وزغوان. الولايات الثلاثة ينضمون إلى قافلة من 30 مسؤولا طالتهم موجة الإقالات الرئاسية، مذ أعلن سعيد في يوليو الفائت تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وبموازاة هذه الإقالات، قدم مدير الأخبار في التلفزيون الرسمي استقالته بعد انتقادات وجهها له الرئيس بالتعتيم على نشاطاته. سعيد وضع أيضا وزيرين سابقين قيد الإقامة الجبرية، هما رياض الموخر والقيادي في حركة النهضة أنور معروف. وفي خضم كل ذلك يرفع الرئيس لاءات 3: لا مجال للمس بقوت التونسيين ولا عودة إلى الوراء، فما بعد 25 من يوليو ليس كما قبله، ولا للحوار إلا مع الصادقين. ليس هناك حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب التونسي والقضايا التي تفتعل وضرب الإدارات من الداخل، لا حوار مع هؤلاء. ورده السريع على دعوة أطلقتها حركة النهضة لبدء حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية وإنهاء إجراءات الرئيس الاستثنائية. تثير قراراته ومواقفه جدلا في الداخل وقلقا في الكونغرس الأمريكي،
عبر عنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس بوب مينينديز، الذي دعا سعيد إلى العودة للالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأمريكية التونسية. القرار الأول مضى نحو أسبوعين على تفعيله للفصل 80 من الدستور دون أن يعين رئيسا جديدا للوزراء، ودون أن يعلن عن خطة لإخراج تونس من هذا الوضع الاستثنائي. طلبنا من السيد رئيس الجمهورية، وفي ظل هذه الضبابية يعد اتحاد الشغل خارطة طريق لإنهاء الأزمة، ويقول إنه سيقدمها لسعيد. وما بين الانقلاب وتصحيح المسار تتفاوت التوصيفات لإجراءات قيس سعيد، إلا أن الثابت هو أن تونس تعيش أزمة سياسية توصف بالحادة، على وقع اقتصاد متدهور عما قد جراحه جائحة كورونا. معنا من تونس مراسلنا خليل كلعي. خليل، حملت أخبار تونس قبل قليل أن الرئيس السعيد أصدر قرارا جديدا بتعيين شخص يسير وزارة الصحة، بالإضافة إلى وضع وزيرين قيد الإقامة الجبرية، إنهاء مهام ولا دون توضيح الأسباب. يبدو أن الرئيس السعيد ماض في هذا السبيل دون أن يلقي أي بال لدعوات كثيرة لكي يعين رئيسا للحكومة أو يضع خريطة الطريق. بالضبط وائل، الرئيس قيس سعيد يبدو أكثر انشغالا بوضع مسؤولين تحت الإقامة الجبرية أو بإقالة آخرين وتعيين بدلاء لهم أكثر، وهذا ما يتنقله المراقبون هنا في تونس، أكثر من انشغاله بتعيين رئيس للحكومة. آخر الأخبار هو تعيين شخصية عسكرية، طبيب عسكري على رأس وزارة الصحة. الصفة الرسمية هي مكلف بتسيير وزارة الصحة طبقا للفصل 89 من الدستور، وطبقا كذلك لتأويل الرئيس قيس سعيد لهذا الفصل، مع الإشارة لأن الفصل 89 من الدستور لا ينص، على الأقل في ظاهر النص لا ينص على أن للرئيس صلاحية تعيين مكلفين بتسيير الوزارات. إذن علي مرابط هو آخر المكلفين بتسيير وزارة الصحة طبقا لأمر رئاسي أصدره. خليل، عفوا، هل من دلالة بخصوص نعم، اختيار شخصية عسكرية لإدارة وزارة الصحة؟ خليل، وائل، من الواضح أن الرئيس التونسي قيس سعيد يثق في المؤسسة العسكرية، يثق في الجيش التونسي. هذا كان واضحا منذ تكليف إدارة الصحة العسكرية، حتى قبل تاريخ 25 من يوليو بأيام، تكليف إدارة الصحة العسكرية بالإشراف على مكافحة فيروس كورونا، بالإشراف على حملة وطنية واسعة لإدارة التلقيح. لنذكر في هذا السياق كذلك وائل بأن الرئيس التونسي قيس سعيد سن سنة غير متعارف عليها تونسيا، وهي الحديث في السياسة وتوجيه رسائل سياسية من المقرات العسكرية ومن الثكنات العسكرية، وقد بدا ذلك لافتا منذ تولي الرئيس قيس سعيد لمنصبه بداية العام 2020. إذن من الواضح أن الرئيس قيس سعيد يثق في المؤسسة العسكرية، قريب من المؤسسة العسكرية، ويعتمد اعتمادا شبه كلي، هذا ما يقوله المراقبون هنا، على قدرات هذه المؤسسة، قدرات الجيش التونسي وعلى كفاءات المؤسسة العسكرية. وبالتالي تعيين علي مرابط كمكلف بتسيير وزارة الصحة، وهو كما قلت شخصية عسكرية، لم يكن مستغربا على الإطلاق. أعود إذن إلى الخبر الأهم وفق ما يتنقله الإعلام المحلي هنا، وهو وضع أول شخصية تنتمي إلى حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية، الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة أنور معروف، أبلغته عناصر أمنية دون الاستظهار بأي وثيقة رسمية، هذا ما قالته حركة النهضة، أبلغته بوضعه قيد الإقامة الجبرية. حركة النهضة أصدرت بيان من 6 نقاط طبقت النقطة الرابعة منه، وهو التقدم بشكاية ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، الذي كلفه الرئيس قيس سعيد منذ أيام بالإشراف وبتسيير وزارة الداخلية، قدمت شكاية ضده على خلفية احتجاز شخص دون موجب قانوني. وحركة النهضة في البيان الذي أصدرته على خلفية هذا القرار، القرار بوضع أنور معروف قيد الإقامة الجبرية، اعتبرته مسا من الحريات، ودعت الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عنه، شأنه في ذلك شأن جل الإجراءات أو كل الإجراءات التي اتخذها منذ تاريخ 25
من يوليو الماضي. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات يا خليل. خليل كلاعي في تونس.